السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسميد الأغنام من الألف للياء. النهاردة كلامنا هيكون عن إزاي تحصل على أعلى معدل تحويل لخرفان التسميد. إزاي تحصل على أعلى معدل تحويل لخرفان التسميد، ودي الغرض الأساسي من أي مشروع تسميد. الغرض الأساسي من أي مشروع تسميد، يعني ملخص مشروع التسميد، انا عاوز ايه من مشروع التسميد؟ عاوز احصل على اعلى معدل تحويل، اعلى معدل تحويل للخروف في نهايه الدوره. ادخل خروف مثلا 25 30 كيلو في نهايه الدوره يديني الوزن المثالي اللي هو لدوره التسمين الناجحه. بتكلم على نجاح دوره التسمين من ناحيه معدل التحويل مش من ناحيه المكسب. ناحيه المكسب رقم واحد ارزاق، رقم اتنين واقفه على خبرتك في الشراء، ازاي تشتري بارخص سعر، ازاي تبيع باغلى سعر، ازاي تحصل تكون علف باعلى نسبه بروتين واقل سعر ممكن، ازاي توفر علفه ملقى مواد ملقى بارخص ماده ملقى كويسه وبارخص سعر ممكن، ازاي تراعي الغنمك كويس متابعها كويس. دي كلها متوقف على الارباح، دي من ناحيه الارباح. انا بتكلم عن النهارده كلامنا عن ازاي تحصل على اعلى معدل تحويل في نهايه دوره التسميد. عشان تحصل على اعلى معدل تحويل في نهايه دوره التسمين لازم تسمع النقط اللي هنقولها لك دلوقتي. هنذكر مجموعه نقاط لازم تمشي عليها مظبوط بالظبط. والله مشروع التسمين سهل جدا جدا جدا، والله اسهل منه ما فيش، بس لما تمشي على النقاط اللي هنقولك عليها عشان تحصل على اعلى معدل تحويل. اما مكسب المكاسب دي تيجي بالخبره مع الوقت زي ما قلت لك النقاط اللي ذكرت لك من شويه، لكن احنا النهارده كلامنا هيكون ازاي تحصل على اعلى معدل تحويل في نهايه دوره التسمين. اسمع الفيديو كويس للآخر. رقم واحد عشان تحصل على أعلى معدل تحويل في نهاية الدورة، رقم واحد تختار خروف التسمين صح، تدخل خروف التسمين صح، بمعنى تختار الخروف اللي هو متأسس، اللي هو شبعان لبن من أمه، خشبه عريض، ظهره عريض، ظهره مليان، نظيف، سنه صغير قصاد حجمه. انت ممكن تجيب خروف يبقى حجمه كبير. طبعا المواصفات، عشان لو اتكلم في مواصفات خروف التسمين هناخد الفيديو ده كله، الفيديو هيوصل ساعه لو كل نقطه هنفصلها بالتفصيل الممل، لكن كل نقطه هتلاقي فيها فيديو على القناه بالتفصيل. عاوز تعرف مواصفات خروف التسمين ارجع للقناه، في فيديو اسمه مواصفات خروف التسمين، ازاي تنقي وتختار خروف التسمين. الخروف ده متوقف عليه ما لا يقل عن 50% من نجاح دوره التسمين. الخروف لما بتجيبه شبعان لبن متاسس مظبوط، الخروف ده والله ما شاء الله رقم واحد معدل تحويل نمرة واحد. رقم اثنين أمراض ما فيش إن شاء الله بإذن الله، صحيح سليم مناعته ممتازة. ده معنى أنك تشتري خروف متأسس كويس، شبعان لبن من أمه، وحجمه وزنه قصاد سنه مظبوط. المواصفات بالظبط ارجع لفيديو مواصفات خروف التسمين. رقم اثنين إزاي تعمل علفة. رقم اثنين طبعا يعني اول حاجه اشتريت خروف كويس، رقم اثنين علفه نسبه بروتينها كويسه. مش هنتكلم عن الاسعار ليه؟ لان احنا دلوقتي قلنا ازاي تحصل على اعلى معدل تحويل، ما بنتكلمش على الاسعار دلوقتي خالص، ما بنتكلمش على المكاسب، بنتكلم على دخلت خروف وعاوز تحصل على معدل تحويل. رقم واحد نقيت خروف كويس، رقم اثنين العلفه المظبوطه بالكميه المظبوطه. علفه مظبوطه بالكميه المظبوطه، بمعنى علفه بروتينها ما يقلش عن 16%، ما يقلش عن 16% لحد 20% في المراحل الاولانيه. يعني ممكن تبدا ب 20 لو الغنم جايبها صغيره عمر شهرين ولا شهرين ونص، ممكن تبدا ب 20 شهر او شهر ونص، وبعدين تبدا تنزل تدريجي لغايه ما تنزل ل 16%. ما فيش مشكله، عاوز تبدا من البدايه للنهايه في حدود 17% ما فيش مشكله برضه، متوسط 17% من البدايه للنهايه. يبقى بروتين، نسبه بروتين كويسه في العلفه بتاعتي، علفه موزونه بنسبه بروتين مظبوط. قلنا نسبه بروتين كام؟ متوسط طول الدوره حوالي 17%، 16 ل 17%، متوسط طول الدوره. ممكن تبدا ب 20 وتنتهي ب 16، ممكن تبدا وتنتهي في حدود ال 17%، مفيش مشكله. قلنا رقم 2 نسبه بروتين كويسه، رقم 3 كميه، يعني عشان تبقى مربوطه مع العلف، نسبه بروتين زائد كميه. الخروف بياكل في اليوم 3% من وزنه علف مركز في اليوم، غير الماده الملقى، المادة الملقى لحد الشبع بعد العلف. العلف بياكل 3% من وزنه في اليوم علف مركز، 1.5% الصبح و1.5% بالليل، يبقى على وجبتين. لو انت في الحر عشان الناس بتسال مواعيد العلف المظبوطه، هي وجبتين، لان في الاجواء الحر بالذات في الصيف المناطق الحاره بيبقى 1.5% الصبح قبل الشمس ما تطلع او في شروق الشمس والجو بارد،
والوجبة التانية بتكون آخر النهار في الغروب بعد ما الجو يبرد، أو كل 12 ساعة لو بدأت قبل الشمس ما تطلع الساعة 6 يبقى العشاء يكون الساعة 6 هو كده. 12 ساعة يكون أفضل شيء لو أنت قاسم الكمية 1.5 و1.5. يبقى كده رقم 1 اختيار خروف مظبوط، بتأسس الاختيار الصحيح للخروف. رقم 2 علف مظبوط نسبة بروتين وكمية، علف مظبوط بنسبة البروتين والكمية، ما ينفعش أقول كمية من غير نسبة البروتين، ما ينفعش اقول كميه من غير نسبه البروتين، ما ينفعش اكل مثلا شعير بس 10-11% وعاوز نسبه اعلى معدل تحويل، لا مش هيدي هيحول بس مش اعلى معدل تحويل. الدوره ممكن تزيد شهرين على الاقل. النقطه الثانيه طبعا اول ما تدخل الغنم التجريع، التجريع بمعنى بتدي حقن اللي هي الايفرماكتين، كلمه الايفرماكتين، ايفرماكتين دي المادة الفعالة، ما بتكلمش على اسم التجاري، ايفرماكتين في اي مكان في العالم اسمه الايفرماكتين. المادة الفعالية ابر الديدان، ابر الطفيليات اللي بتتخلص من جميع الطفيليات الداخلية والخارجية، ابر الايفرماكتين، وفي معاها بيكون شربة. انا بدي الابرة وبدي الشربة، الاثنين زي التأكيد على بعض، الايفرماكتين السوبر والشربة، تتخلص منهم الجرعة والطريقة من البطري، من اي بطري هيقول لك عليها المكان اللي تشتري منه، هيقول لك على الجرعة. طبعا الجرعة عامة الايفرماكتين 1 سم لكل 50 كيلو تحت الجلد، والشربة على حسب نوع الشربة وتركيزها، في تركيز كتيرة وفي انواع كتير. يبقى اول ما دخل الخروف ادينا الشربة بحيث تتخلص من جميع الطفيليات الداخلية والخارجية اللي هي ديدان المعوية، ديدان الكبدية، ديدان الرئوية، جرب الجلد، نغف الانف، الجراد، البراغيث، كل دي طفيليات داخلية وخارجية بيتخلص منها الايفرماكتين. عشان تتاكد ان العلف بتاعك رايح فين، رايح في اللحم مش رايح في الديدان، مش رايح في الزبال. ما لو الديدان موجوده، الطفيليات دي موجوده، العلف بتاعك مهما تاكل علف مفيش زياده، مفيش زياده، الديدان هي اللي بتستفيد من العلف، وبالتالي علفك يعتبر كله رايح في الزبال. النقطه اللي بعديها المتابعه، ودي نقطه مهمه جدا جدا حتى في المزارع الكبيره، في ناس كتيره انا رحت وشفت مزارع، ممكن هنزل فيديو ليها ان شاء الله من يومين كده، هنوريكم الفيديو النعاج عامله ازاي، الامهات متدمره بغض النظر عن التسمين ولا مش تسمين. احنا في فيديو تاني هنتكلم عن الامهات ان شاء الله، النهارده بنتكلم عن التسمين، في فيديو تاني هنتكلم عن الامهات وازاي برضك تشتغل بالمشروع بطريقه بسيطه وسهله جدا 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 بدون اي تعقيد. بس احنا النهارده عن التسمين عشان ما نشتتش في الفيديو، خلينا زي ما احنا في التسمين. المهم المتابعه، المتابعه مهمه جدا، تتقسم من اتنين، متابعه وزنيه ومتابعه من ناحية العلاجات، يعني متابعة صحية، متابعة صحية ومتابعة وزنية. متابعة وزنية بمعنى ان انا عملت العلف وجبت خروف كويس، انا شايف الخروف كويس بس ممكن يكون في حاجة مش ظاهرة قدامي، الخروف اخد كمية العلف، طبعا درجت الخروف، طبعا دي نقطة مهمة، التدريج قبل نقطة المتابعة، معلش هنجد نقطة المتابعة، التدريج في العلف ساعة الدخول عشان تجنب اللكمة والبشمة، بتعمل مشاكل وبتسبب وفيات كتير للناس اللي بتنبسط باكل الخروف وتروح تحط علف مفتوح، افتح افتح افتح، وفي الاخر الخرفان اخر النهار تلاقيها ميتة، تلاقي كميات كبيرة من الغنم ميتة، ودي حصلت وعن تجربة، كله والله كلام عن واقع. صاحبي كان جايب 20 خروف رمى لهم عيش مرة واحدة اللي هي الخبز يعني مفتوح، كانوا ما شاء الله كان حوالي 50 راس، بس هو كان جايب 20 راس جديدة، رمى الجديد مع القديم ما شاء الله 8 ميتين اخر النهار، كانوا الصبح شربوا المية اخر نهار 8 ميتين في الارض من العشرين، وفي 2 أو 3 لحقهم بالسكين، يعني مات نص الغنم اللي جايبها جديد بسبب اللكمة. فالتدريج بردك في فيديو في القناة ازاي اللكمة وازاي تتجنب حدوثها، الطريقة الصحيحة لتجنب حدوث اللكمة، بردك ده فيديو على القناة ارجع له عشان تعرف ازاي تتدرج الغنم في العلف اول ما تكون لسه مدخلة اول 10 ايام. النقطة اللي بعدها قلنا المتابعة الوزنية والصحية. المتابعة الوزنية بمعنى دخلت غنم وعملت انا شايف الغنم كويسة، وديت علفة شايفها كويسة، تمام التمام، نسبة البروتين كويسة والكمية مظبوطة، ودرجت والكمية تمام، وصلت للأعلى كمية 3%، بوزن بعد 10 أيام. أوزن الغنم النهاردة، وزنتها النهاردة قبل الفطار، بوزنها بعد 10 أيام قبل الفطار، وزنت قبل العشاء بوزنها بعد العشاء، وزنت بعد الفطار بوزنها بعد الفطار. الوقت اللي وزنت فيه أول مرة توزن فيه نفس الوقت في تاني مرة. وزنت المفروض معدل الزيادة طبعا تختلف من نوع خروف لنوع خروف، بس احنا بنقوله كمتوسط ربع كيلو في اليوم،
كمتوسط ربع كيلو في اليوم، 250 جرام على الشروط اللي احنا قلناها دي، 250 جرام كمتوسط، 250 جرام في اليوم، يبقى في العشر ايام الاقي 2 كيلو ونص. اخر 10 ايام الاقي الخروف زايد 2 كيلو ونص. طب الخروف ما زادش ال 2 كيلو ونص، هنا بنشوف كمتوسط طبعا، لا انا بنقوله كمتوسط، يعني توزن مثلا 10 خرفان عشوائي تاخدهم وتوزنهم تاني بعد 10 لو العدد كيلو مش توزن العدد كله، تختار 10 عشوائي وبتوزنهم النهارده وتوزنهم بعد 10 ايام. لقيت المتوسط بتاعهم 2 كيلو ونص، الغنم تمام الحمد لله والعلفه تمام والامور تمام 100%. لا والله لقيت معدل التحويل قليل، بنشوف ال 10 اللي وزنتهم فيهم 8 مثلا كبروا كويس وفيهم 2 هم اللي فيهم المشكله. 8 معدل حلو و2 معدل وحش. الاثنين دول يبقى هم اللي فيهم المشكله. العلفه تمام لان في غنم زادت اهي، 8 زادوا تمام. والخرفانه تمام، بس دول اللي فيهم المشكله. بروح بعالجهم بال زي ممكن اديهم جرعه ديدان تاني. بنشوف ايه اللي فيهم مشكله وممكن نديهم جرعه ديدان تاني، ممكن تكون الجرعه الاولانيه ما جابتش نتيجه او الجرعتين بتاخد جرعه وبالتالي بتعيد بعد 20 يوم. ممكن تكون جرعه الديدان اللي اديتها لهم ما ادتش نتيجه بعيدها مره تاني وبتابعهم بعد كده والله ما زادوش، يبقى كده الخروف ده دخل في وسط الغنم مش مظبوط مش متاسس كويس، معدل تحويله هيفضل ضعيف لاخر الدوره، اما اني بسمنه ببيعه على طول او بطلعه بدخل غيره، او يعني ممكن ابيعه اللي هو بيسمن مش ما بيسمنش بس مش معدل التحويل المظبوط. هو هيشيل لحم ولكن مش هيديني الوزن النهائي المطلوب، هيبقى وزنه خفيف، فبتخلص منه او بذبحه او ببيعه لاي جزار وبدخل واحد بداله. والمتابعه الصحيه بمعنى اي خروف وانا بحط العلف لقيته ما اكلش ما دخلش على العلف، وعشان كده انا بفضل العلف على وجبتين، فضلتش العلف على وجبه واحده، ما بفضلش العلف مفتوح، يعني ما لو حطيت وجبه واحده يعتبر علف مفتوح لانك مش هتحط العلف مش هيتاكل كله بالكامل وانت واقف، بفضل وجبتين. بمعنى بحط الوجبه باجي اخرار بلاقي الطوايل ممسوحه، العلافات بلاقيها ممسوحه، فبحط العلف كله بيهجم، الخروف التعبان بلاقيه هجومه على العلف ضعيف، هو ممكن يمشي مع القطيع كده ويخش بس يخش بالراحه، يقف على المعلف يقف على الطواله بس مش حاطط بقه في الاكل. بلاحظ من اول ما بكب العلف بلاقيه ما بيجريش، الغنم كلها تجري على العلف الا هو ماشي بالراحه، ماشي منزل راسه الارض وماشي بالراحه، ممكن في الاخر يخش ويفضل واقف وسطهم بس لكن ما بياكلش. لازم تتابع الغنم، قلنا المتابعه الوزنيه والمتابعه الصحيه ضريه. الخروف لقيته ما بياكلش بتروح تشوفه، اول حاجه بتشوف الحراره فيه، لقيته سخن تدي له خفض حراره، وبتشوفه ثاني يوم رجع سخن ثاني يبقى في سبب بيسبب له في مرض بيسبب ارتفاع الحراره، تشوف بس كان في التهاب رئوي في نزلات معويه في ايه، مش باب امراضنا دلوقتي في الفيديو ده عشان ما نطولش الفيديو. يبقى المتابعه الوزنيه والمتابعه الصحيه كده، تبقى انت اخر الدوره ان شاء الله هتلاقي الوزن بتاعك المظبوط، نقي خروف مظبوط، بروتين مظبوط، كميه مظبوطه، متابعه وزنيه، متابعه صحيه، درجت العلف في الاول عشان ما يحصلش اللكمه، اديت جرعه الديدان، طفيلات الداخليه والخارجيه، الغنم بتاعتك باذن الله هتلاقيها ماشيه مظبوط زي الساعه ما شاء الله. مش هتحس غير انك بترمي اكل وبتحط ميه وخلاص على كده. وهتفضل ماشيه معاك الامور تمام التمام لغايه اخر الدوره، وهتلاقي اعلى معدل تحويل ان شاء الله انت كنت عاوزه، هتلاقيه اخر الدوره. كده لو طبقت النقاط اللي قلت لك عليها دلوقتي في الفيديو ده، ان شاء الله هتحصل على اعلى معدل تحويل اخر الدوره، تطلع بدوره ناجحه 100% ان شاء الله. ان شاء الله طبعا احنا زي ما عودناكم الاسئله بتكون في فيديو السؤال والجواب، اللي عاوز اي سؤال اللي عنده اي سؤال ما يكتبوش اسفل الفيديو. انا هنعمل فيديو مخصوص هنجمع فيه في تعليقات كتير في اسئله كتير في فيديوهات قديمه، فانا عملنا نظام ان كل اي سؤال هيتحط في فيديو الاسئله، مش عاوز اسئله تحت الفيديوهات اللي هنشرح فيها لان كده بيحصل تشتيت كتير، بنتشتت وفيديوهات اسئله كتير بتجيني من على كل فيديو فيديوهات القديمه في القناه، فاحنا عملنا فيديوهات الاسئله والاجابه، بمعنى ننزل فيديو الاجابه تكتب فيه تحتيه السؤال بتاعك، بعديه بيوم او يومين بيتم تنزيل فيديو اجابه تاني وبنوقف التعليقات على الفيديو القديم. يعني اللي عنده اي سؤال يدخل على القناه ويدور على اخر فيديو اجابه ويكتب تحتيه الاجابه بتاعته. اي فيديو اجابه تحتيه التعليقات مفتوحه، ميزه التعليقات مفتوحه، اكتب فيه سؤالك اعرف ان هو ده اخر فيديو لسه ما تمش الاجابه عليه. اي فيديو مغلق التعليقات فيه يبقى ده تمت الاجابه عليه. الفيديو المفتوح التعليقات فيديو الاجابه هو ده اللي تكتب فيه الاجابه بتاعتك السؤال بتاعك، وهيتم الاجابه عليه ان شاء الله في خلال يومين باذن الله. وفي النهايه طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.